رابط المربع الإلكتروني للنتائج الكويت الطلبة لجميع المراحل الدراسية. رابط المربع الإلكتروني للنتائج الكويت الطلبة لجميع المراحل الدراسية هو الصفحة الإلكترونية التي يتم من خلالها الاستعلام عن النتائج الخاصة بالطلبة المنتسبين في كل المراحل الدراسية. سوف نوضح لكم رابط المربع الإلكتروني 2022 ميلادية لإظهار النتائج الخاصة بالطلبة لجميع المراحل الدراسية في دولة الكويت. المربع الإلكتروني للنتائج. أعلنت وزارة التربية في دولة الكويت أنه تم اعتماد بعض نتائج الطلاب، حيث رفعت بعض المدارس نتائجها، والتي عليها وفرت الوزارة إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلبة من خلال المربع الإلكتروني المعني بخدمات إظهار نتائج الطلبة في كافة المراحل التعليمية، حيث يتم الاستعلام عن النتائج عبر استخدام الرقم المدني والرقم المسلسل الخاص بكل طالب. وفيما يلي سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن النتائج عبر المربع الإلكتروني. طريقة الاستعلام عن النتائج المربع الإلكتروني. بإمكانكم الاستعلام عن النتائج عبر المربع الإلكتروني من خلال اتباع الآتي. الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بالمربع الإلكتروني. كتابة الرقم المدني. تدوين الرقم المسلسلي. تحديد خيار البحث. رابط المربع الإلكتروني للنتائج. يمكن لكافة الأفراد الاستعلام عن نتائجهم عبر المربع الإلكتروني من خلال الرابط ops1.mu.edu.kw، حيث يتم الاستعلام من خلال هذا الرابط عبر إدخال الرقم المدني ورقم الرقم التسلسلي والنقر على بحث لتظهر نتيجة الطالب المستعلم عنه.